انا واحد 26 سنه انا خدمتها في 240. بالنسبه للاكراهات، انا بالنسبه راك شتي الطوموبيل عندي انا نقيه، ولكن كنلقى الاكراهات ديال الزحامه. يعني كاين بعض الناس كيكونوا شويه غلاد، ما كي سميتو كاين بعض الناس اللي ما تيبغيوش داك الزحام، كيتهربوا منها. يعني بعض الكليان ما تيبغيوش يركبوا فيها. يعني عندنا اكراهات. وبالنسبه للمولاها، بالنسبه لي انا راه انا غير خدام، انا غير شيفور، مولاها راه غير مخدمها غير على حسب تيدار الحل. اما الربح، راه مولاها ما تيربح فيها 4 دريال وتقول، يعني هذه تخدمه على راسها، غير خدامه على راسها والشيفور. اما بالنسبه لمولاها المستغل ديالها، راه ما تيصور فيها والو، لان نظرا للكونسوماسيون ديال الغازوال كتكونسومي بزاف، يعني الروسيتا ديالها ما تتعطي والو. لان هذا السيد هذا، انا دابا كنعطيه 150 درهم 150 درهم راه يلا السير ديال الطوموبيل. لان الطوموبيل دابا الا درنا ليها الحساب بالنسبه للضريبه ديالها ولا سورانس ديالها والكرا ديال لاغريمون وداك الشيء، كتلوح 15 فرنك و500 3100 ريال. يعني خصو يزيد 100 ريال على داك الشيء اللي كنعطيه. هذا الشيء اللي كاين، وهو دابا كيتسنى باش يدار الحل. يعني غير ما بغاش يوقفها باش يدار الحل ان شاء الله، وديك الساعه يخدمها. احنا راه كنرحبوا بهذا القرار، ولكن يعني بشروط، لان كاين بعض الاكراهات اللي هي كيعيشها يعني المستغل ديال هذه السياره. هذا كمثال يعني كاين بعض السيارات اللي مول الكريمه كتلقاه ميت وداوي الحقوق، يعني كيتماطلوا في تسويه الوضعيه ديالهم. وكاينين بعض الملفات اللي هما توضعوا عند يعني المصالح المختصه في بعض العمالات اللي هما يعني داو واحد الوقت كثير، ياك فهمتي؟ يعني المشكل كيبقى عند الاداره. كاين ملفات اللي هما مرهونين تما، يعني باش تحبس الاسطول وانت باقي ما فكيتيش، يعني دوك الملفات اللي هما موضوعين في 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 في, في, في القسم الاقتصادي. هذا مشكل في حد ذاته. المشكل الاخر انه كاينه واحد الفئه ديال السائقين، تقريبا راه كاينه واحد 200 سائق، يعني 200 عائله. الا جينا نوقفوا هذا الشيء بخطره، يعني راه كيولي واحد 200 عائله كتشرد ابتداء من ذاك النهار. يعني الا بغينا نحبسوا في واحد النهار، يعني القرارات خص يتخذوا القرارات، يعني بالحلول، يعني يداروا الحلول اللي هما بديل، الحلول البديله، يعني يديروا شي حلول بديله باش يحيدوا هذا الشيء. لان هذا الشيء اصلا هو كيتحيد شويه بشويه، ما يمكنش يحيدوه بمره، لان كاين ملفات اللي هما باقين على طور يعني باش غادي يتقادوا عندهم. ملي غادي يوجدوا ان شاء الله الملفات واللي ما عندوش الحل يدخلوه. حنا كنرحبوا بهذا الشيء، اللي ما عندوش داوي الحقوق وما الملف ديالو ما موضوعش في الولايه يحيدوه، اللي عنده مشكل يحيدوه. ولكن بالنسبه للناس الكريم اللي هما رجعوا على يعني ذوي الحقوق، خاصهم ياخذوا على عين الاعتبار يعني هذوك الناس، يعني باش تيفكوا ذوك المشاكل وديك الساعه يحبسوه. بالنسبه للقاء او المخرجات ديال اللقاء ديال اليوم مع السيد الكاتب، مع الكاتب العام ديال ولايه جهه سوس ماسا مشكور، واللي لبى الرغبه ديال المهنيين او ديال التنسيقيه، زائد الهيئه ديال النقالين ديال سياره الاجره. الحمد لله اللي هذا السيد هذا اللي يعني عطى وقت واهميه للموضوع ديال الغاء السياره المتهالكه اللي كنقولوا لها 240. ولكن الاشكاليه في الاول، الاشكاليه ما كايناش عند المستغل ولا عند السائق، الاشكاليه من الدرجه الاولى كاينه عند الاداره المعنيه، وعندها واحد العدد ديال الملفات ديال المستغلين في اطار هاد المشكل هذا. يعني كنهضروا على المشكل ديال ذوي الحقوق كاين اللي دفع الطلب ديالو او الطلبات ديالهم لمده ديال سنتين وما لقاوش الحل، ولكن السيد الكاتب العام الحمد لله اليوم اعطانا اقتراحات واعطانا حلول وبدائل، بان اي مشكل كيتعلق بالاداره المعنيه اللي هو مسؤول عليها يعني مستعد. المشكل ديال المأذونيات وديال الرخص، يعني هو هذا السيد هذا كيقول بان اي مشكل كيتعلق بالاداره اللي هو مسؤول عليها يعني غيتفك،
والمشكل عاود ديال 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 المحاكم اللي بين المستغل وبين وبين ذوي الحقوق. بالنسبه عطى التعليمات ديالو السيد رئيس القسم الاقتصادي على اساس باش يعيط لذوي الحقوق باش يتفاهموا باش يديروا عقد نموذجي او عقد عرفي بينه وبين 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 المستغل. بالنسبه لهذا المشكل هذا علاش حنا خرجنا ليه للساحه، لان الزياد من 80 حتى ل 84 سياره الاجره الصنف الكبير ديال 240 يعني كنقولوا 84 عائله او اكثر من غير المستغلين. يعني الا جينا وقفنا هاد 84 مأدونيه شحال من سائق مهني غيوقف؟ يعني راه كنهضروا على 100 و120 و160 سائق مهني، يعني 120 حتى 160 عائله. بالنسبه للكاتب العام الحمد لله اليوم خرجنا بواحد النقطه ايجابيه او نقط ايجابيه ديال التمديد في المساله ديال التوقيف ديال هاد السيارات المتهالكه. هما ماشي متهالكين وانما خدامين. كاين عندنا كاين نموذج هنا بالنسبه لهذه المحطه، هذه كاين نموذج بان السيارات نقيين والكراسه نقيين، الفيكيل يعني من تحت للفوق كلها نقيه. المهله الحمد لله المهله ما تعطاتش، وانما قال في التوصيات ديالو بان كاع الناس اللي عندهم العقود النموذجيه او عندهم العقود ساريه المفعول يجي الاداره المعنيه اللي هو القسم الاقتصادي باش يفكوا هذاك المشكل. حنا طلبنا باي وثيقه تعطى من الاداره المعنيه اللي هي ولايه الجهه باش هاد الناس اللي لنا المستغلين مستعدين من غدا يخرجوا الطوموبيل الجداد. ولكن المشكل ديال لي ميزون ديال 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 السيارات كيقول لك اودي حنا خصنا نعتمدوا على شي وثيقه من الاداره المعنيه باش حنا نعطيكم الطوموبيل الجداد.